إذن نفوذ إيراني يعزز في سوريا، وبشأن ذلك ينضم إلينا من ولاية أورفا راكان الخضر الكاتب والمحلل السياسي. سيد راكان، المرصد السوري لحقوق الإنسان يقول إن إيران تعزز وجود ميليشياتها غرب نهر الفرات، كيف تقرأ هذه التحركات سيد راكان؟ أولا تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. سيدي الكريم، عملت إيران منذ الثمانينات على مبدأ تشييع المنطقة الشرقية، وذلك من خلال تدخلها أو إدخال مذهب التشيع في الأرياف الفقيرة المتناثرة على شط الفرات وعلى الخابور، ولكنها لم تفلح كثيرا في ذلك نتيجة وعي طبعا أهل هذه المنطقة آنذاك، واستطاعت أن تنفذ إلى أشخاص قليلين جدا من أولئك الذين وقعوا في براثن المال الذي ضخته تلك الأجهزة آنذاك، بمساعدة طبعا للأسف الشديد العصابة الأسدية المجرمة. والآن يا سيدي الكريم، تعمل إيران وبكل قوة ومتسابقة طبعا مع الزمن لإحداث تغيير في بنية هذه المنطقة العقدية والدينية، وذلك لتثبيت قدمها في تلك المنطقة وخاصة في البوكمال والميادين. لا. وذلك لقربهما من المنطقة الغربية السنية العراقية التي طالما إيران كانت هذه المنطقة غصة في حلقها، لذلك تريد أن تحاصرها من جهة العراق ومن جهة سوريا، فتكون هذه المنطقة في المنتصف هذه الكتلة. طبعا أنت تعرف طبيعة وادي الفرات، وادي الفرات يتكون من قبائل عربية عريقة معروفة كقبيلة العقيدات وقبيلة البقارة والبوسرايا والبوخابور والقلاعيين، ويعني هذه العشائر كلها عشائر عربية عريقة سنية. هذا التكوين المتجانس أصلا وعقيدة تحاول الميليشيات الإيرانية وبمساعدة العصابة الأسدية المجرمة في دمشق سيد الكريم على تغيير بنية أو إحداث اختراق في هذه الكتلة المتجانسة من أجل تثبيت قدمها في تلك المنطقة. طيب. وذلك عن طريق طبعا المعاهد الشرعية وعن طريق المدارس وعن طريق مراكز التجنيد. طيب سيد راكان، في هذا الإطار هناك من يتحدث يقول بأنه التغول الإيراني خاصة في منطقة البوكمال هو جاء كرد فعل على استبعاد إيران من اتفاق سوتشي، هل تؤيد ذلك؟ سيد الكريم، إيران قبل سوتشي وقبل حتى الثورة السورية كانت تعمل في هذه المنطقة على إحداث خرق في هذه الكتلة المتجانسة أصلا وعقيدة، كما أسلفت لك القول. من أيام حافظ الأسد الأب للأسف الشديد، هذا المقبور المجرم الذي لا يقل إجراما عن ابنه. طيب سيد راكان، مصادر صحفية تحدثت أن ميليشيات إيرانية اعتقلت 15 عنصرا من ميليشيا الدفاع الوطني وهي تتبع لنظام بشار الأسد، ألا ترى ذلك غريبا نوعا ما؟ لا استغراب في ذلك سيدي الكريم، فالعصابة الأسدية للأسف الشديد أصبحت رهينة بيد إيران وميليشياتها، ونحن نعلم أن المحتل الروسي وفي الاجتماع الأخير الذي عقد في دير الزور ما بين الإيرانيين والروس وعملوا على تقاسم التجنيد الإجباري ما بين الميليشيات الإيرانية والميليشيات التابعة لها وعصابة الأسد المجرمة،
كذلك العصابة الأسدية فتحت عقارات تلك المنطقة أمام التجار الإيرانيين من أجل شراء العقارات الزراعية، وخاصة في البوكمال والميادين. كذلك في هذا اللقاء تم أيضا الاتفاق على تشغيل محطات النفط والغاز في المناطق التي تقع تحت سيطرة تلك الميليشيات والعصابات الأسدية للأسف الشديد. كما أن في هذه المعاهدة أيضا سمحت العصابة الأسدية للإيرانيين بفتح المعاهد الشرعية وأيضا المراكز العسكرية التي تقع تحت سيطرة عصابات النظام خالصة دون الإيرانيين، يعني من أجل للأسف الشديد تجنيد الشباب ومن أجل نشر الدين الجديد الذي جاءوا به هو العقيدة الصفوية تحت مسمى التشيع لآل البيت، وآل البيت بريئين كل البراء من تلك الادعاء. طيب سيد راكان، هناك اجتماع عقد بين قادة القوات الروسية وعناصر من الحرس الثوري الإيراني في البوكمال، هل تعتقد أن موسكو أيدت أم كانت ضد هذا التغول الإيراني في تلك المنطقة تحديدا؟ لا لا سيدي الكريم، أنا أقول لك هذا الاجتماع هذا الذي تم فيه هذه الشروط وهذه المخرجات التي تحدثت عنها قبل قليل كانت بموافقة المحتل الروسي، كانت بموافقة المحتل الروسي ومباركته، وهذا يعني أن العصابة الأسدية والمحتل الروسي قد وضعوا كل المناطق التي تقع تحت سيطرتهم تحت النفوذ الإيراني. طيب ما سيد معنى راكان، إذا كانت أن تفتح إذا كانت موسكو المدارس الشرعية سيد راكان، إذا كانت موسكو قد وافقت بكل ما تملك من قوة داخل سوريا وهذه جاءت على حساب ضعف النظام الأسدي، ماذا عن موقف واشنطن؟ هل تعتقد أنها قد سمحت بذلك، سمحت بهذا التغول الإيراني في تلك المنطقة في منطقة البوكمال؟ نعم نعم، للأسف الشديد كان للتحالف الدولي وكان لقسد دور كبير في ذلك. يعني نحن نعلم أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون لولا مباركة الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أنا لا أثق تماما فيما يتداوله الإعلام في أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على خلاف أو على تناقض. الخلاف الذي يجري بينهم فقط من أجل تقاسم الكعكة، من أجل التقاسم النفوذ والمصالح، وليس من ولاية أورفا. راكان الخضر الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم.